بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الحوار الذي كنا قد رأيناه والذي دار بين الأرنب والسلحفاة. إذا كما رأينا فيما سبق، لو لابان تي نو فو با مودوني لا سالاد لا تورتي نو جو غوفيز إيكوت جو تو بروبوز كيلكو شوز. لو لابان كاسكو سي لا تورتي إن كورس نو زالون فير لو تور دي جاردان سي تو أريف لو بروميي لا سالاد سورا بور توا. Le lapin élance les épaules. D'accord, j'accepte. Et d'un hona, c'est tatadakhal al-qitta. Mais de cette aqoul, la chatte, est-ce qu'on peut commencer la course? Est-ce qu'on peut commencer la course? La tortue? Oui, bien sûr, moi je suis prête. La chatte? Et toi lapin, tu viens? Au signal, il faut courir. Le lapin? Attends, j'arrive. La coq? Est-ce que je peux participer à la course? Est-ce que je peux participer à la course? Est-ce que je peux participer à la course? La chatte? Non, reste avec les oiseaux. La chatte? Est-ce qu'on peut commencer la course? Est-ce qu'on peut commencer la course? هل يمكننا بدء السباق؟ طبعا الحال commencer هي بدء. إذن est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? هل يمكننا طبعا هل عندنا لو فيغ بوفوار است كون بو كومونسي لا كورس هل يمكننا بدء السباق عندنا هاد اون كما تلاحظوا تعني اشخاص معينين او بالعموم تعني الناس ملي تنقولوا الناس يعني واحد الاشخاص معينين يعني ما عمرنا تنقصدوا الناس كلهم ولكن تنقصدوا واحد الفئه معينه من الناس هنا عندما قال است كون بو هل يمكننا اذا طبعا الحال هنا القطه عندما قالت است كون بو هل يمكننا واش القطة حتى هي داخلة في السباق إذا بطبيعة الحال القطة هنا ليست معنية بالسباق إذا لا شات إس كون بو كومونسي لا كورس هل يمكننا بدء السباق إذا هاد أو هنا ضمنيا تتعني لو لابان إي لا طوتي يعني أن تتعني هاد الجوج هما اللي غيعملوا السباق بيناتهم باش غنشوفوا شكون اللي فيهم غياخد لا صالاد إذا لا شات Est-ce qu'on peut commencer la course? La tortue? Oui, bien sûr. Moi, je suis prête. Oui, bien sûr. La tortue? Oui, bien sûr. Moi, je suis prête. Ana musta'idda. Moi, je suis prête. Shakhs al-mudakkar yaqul. Moi, je suis prêt. La tortue? Hiya mu'annatha. Idhan sataqul madha? Moi, je suis prête. La chatte? Et toi, lapin? Tu viens? Wa anta, arnab. أتأتي؟ أو سينيال إلفو كورير أو سينيال إلفو كورير مع الإشارة لو سينيال هو الإشارة إذن أو سينيال إلفو كورير مع الإشارة يجب الجري كورير هي جرى يعني أن الإنسان يجري إذن إلفو كورير يجب الجري يعني يجب أن تجرو أو سينيال إلفو كورير لو لابان Attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Attends, yani intadir. Ou intadiri. Attends, j'arrive. Intadir, ça assez. Tabat l'hal arrivé, hiya wasala. L'maqsoud, ana maji. J'arrive, yani ana maji. Walakin l'hait l'man al-harfi, inchi'na. Arrivé, l'maqsoud bi, wasala. Walakin hiya tatqal hakada. L'ba yidgoul shi wahed ana maji, tidgoulou j'arrive. Attends, j'arrive. J'arrive. يعني ممكن تقول اتون جاريف يعني انتظر انا ماجي او تقول ببساطه جاريف يعني انا ماجي اذا لو لابان اتون جاريف لو كوك اسكو جو بو بارتيسيبي ا لا كورس اسكو جو بو بارتيسيبي ا لا كورس لو كوك اسكو جو بو بارتيسيبي ا لا كورس هل يمكنني اسكو جو بو يعني انا استطيع او يمكنني Est-ce que هل je peux يمكنني أو أستطيع المقصود هل أستطيع أو هل يمكنني participer طبعا هل la participation هي المشاركة participer يعني شراكة هل يمكنني المشاركة à la course في السباق إذا لو كوك Est-ce que je peux participer à la course la chatte non reste avec les oiseaux non reste avec les oiseaux إذا la chatte تقول له لا ابقى مع الطيور أنت لست حيوانا مثلنا، أنت لك جناحان، ابقى مع الطيور. أنت لك جناحان ولك منقار إلى آخره، إذا لك صفة الطيور.
La chatte, non reste avec les oiseaux. Non reste avec les oiseaux. لا ابقى مع الطيور. إذن هنا نطرح السؤال. Comment faire la chatte et le lapin? ماذا سيفعلون؟ هنا عندنا que vont faire. هذا vont كما قلنا فيما سبق. هذا راه لو فيرب الي. الي يعني ذهب. عندنا هنا que vont faire. هنا عندنا الي نذكر بهذا. الي عندنا هنا ما جاش بوحدو باش نقولوا بانهما ذهبوا. عندنا الي جا موراه فيغ يعني جا موراه فعل اخر. اذا ما تبقاش المعنى ديالو ذهب ولكن تولي المعنى ديالو سي ثم نكمل الفعل الثاني. اذا سيفعل او سيفعلون. كومون فيغ ماذا سيفعلون. اذا هد لو فيرب الي ملي تيجي قدام فعل اخر الانفينيتيف بطبيعه الحال اللي تيتصرف هو لو فيرب الي. اللي تيتصرف هو لو فيرب الي. عندنا فون هذا لو فيرب الي تنقول جو في تي فا إل فا نو زالون فو زالي إل فون. طبيعة الحال تنتكلمو على واحد المجموعة بالغائب تنقولو إل فون. إذا هنا تنسولو على واحد المجموعة بالغائب اللي هما القطة والأرنب. إذا كو فون فيغ ماذا سيفعلون. إذا عندنا لو فيرب الي زائد لو فيرب فيغ. إذا هذا تيعني لنا لو فيتور بروش المستقبل القريب يعني انه سيقع قريبا. اذا هذا نسميه لو فيتور بروش يعني المستقبل القريب ماشي لو فيتور سامبل. طبعا تحل لو فيتور سامبل يعني المستقبل البسيط هذا تتصرف بلا تيرمينيزون ديالو يعني عنده واحد النهايات معروفه. اذا كوفون فيغ لا شات اي لو لابان ماذا سيفعلون القط والأرنب. إذن كومون فيغ لا شات إلو لابان. كومون فيغ لا شات إلو لابان. إذن ماذا سنقول؟ كيسكون فادير؟ كيلي لا ريبونس؟ إذن لا ريبونس سورا. إذن الجواب سيكون إل فون كومونسي لا كورس. إل فون كومونسي لا كورس. هم سيبدأون السباق. أو بيان إل فون فيغ لا كورس. هم سيفعلون السباق. إل فون فيغ لا كورس. هم سيفعلون سباقا او السباق. اذا كومون فيغ لا شات اي لو لابان. اذا ممكن اننا نقول كما قلنا ايل فون كومونسي لا كورس. ايل فون كومونسي لا كورس. هم سيبداون السباق. او بيان ايل فون فيغ لا كورس. هم سيفعلون سباقا. روغاردون لو بوستر اي اون سو دوموند كي لوتر انيمال كون فوا سور لو بوستر. كي لوتر انيمال كون فوا سور لو بوستر. ما هو الحيوان الآخر الذي نرى على الصورة؟ كي لوتر أنيمال كون فوا سور لو بوستير. ما هو الحيوان الآخر الذي نرى على الصورة؟ On a déjà cité la chatte, le lapin et la tortue. Et on pose la question كي لوتر أنيمال كون فوا سور لو بوستير. طبعا من خلال الحوار ذكرنا السلحفاة والأرنب والقطة. الآن نطرح السؤال كي لوتر انيمال كون فوا سور لو بوستير. اذا لوتر انيمال كون فوا سور لو بوستير سي لا سوري. اذا هي الفأرة سي لا سوري. لوتر انيمال كون فوا سور لو بوستير سي لا سوري. اون بو سي مونسيوني لو شا كي سوي لا سوري. اون بو سي مونسيوني لو شا كي سوي لا سوري. يمكننا ايضا ذكر القط الذي يتبع الفأرة. طبعا الحال عندنا القطة وعندنا القط. إذن est-ce qu'on peut commencer la course؟ هل يمكننا بدء السباق؟ est-ce qu'on peut commencer la course؟ هل يمكننا بدء السباق؟ عندنا le verbe commencer. إذن ممكن أنني أقول faites attention. Je vais commencer à expliquer les mots. Je vais commencer à expliquer les mots. ممكن أنني أقول انتبهوا. Faites attention. Je vais commencer à expliquer les mots. أنا سأبدأ في شرح الكلمات. إذا كما نرى مرة أخرى عندنا لو فيرب كومونسي اللي هو بدأ وعندنا جو في كومونسي أنا سأبدأ. عندنا لو فيرب ألي اللي هو ذهب قبل من فعل كومونسي. إذا ما غيعنيش لنا ذهب بل أنه جاء هنا ليساعدنا لنصرف فعل كومونسي باش يعطي واحد المعنى معين اللي هو أنا سأبدأ. أنا سأفعل جو فيغ. جو في إكخيغ. جو في إكخيغ. أنا سأكتب. هذا الفعل بطبيعة الحال
اللي هو لو فيرب الي من اللي تيجي قدام مجموعه ديال الافعال انه تفيد لنا بان هذا الفعل الثاني بانه سيحدث بعد لحظات. اذا عندنا هنا جو في كومونسي ا اكسبليكي لي مو، انا سابدا في شرح الكلمات. جو بو دوموندي ا ان ابرونو كوم اكزومبل دو باسي او طابلو دو باسي او طابلو اي دو كومونسي ا اكريير اي دو كومونسي ا اكريير. اذا ممكن انني اطلب من تلميذ من متعلم جو بو دوموندي ا ان ابرونو ممكن انني اطلب من تلميذ من متعلم دو باسي او طابلو ليمضي الى السبوره المقصود ليذهب الى السبوره دو باسي او طابلو اي دو كومونسي ا اكريير اي دو كومونسي ا اكريير اي دو كومونسي ا اكريير وليبدا في الكتابه وليبدا في الكتابه. اذا عندنا لو فيرب كومونسي. بارفوا لو بروفيسور دوموند ا ان ابرونون كوم اكزومبل دو كومونسي ا لير لو تيكست de commencer à lire le texte. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, commence à lire le texte. Commence à lire le texte. Et donc, on a le verbe commencer. Et donc, ibda biqira'at an-nas. Et donc, adna fi'l bada'a. Commence à lire le texte. Ibda biqira'at an-nas. Alors, on a le verbe commencer. Et donc, kamara ayna fi ma sabaq, comment faire la tortue et le lapin? Comment faire la tortue et le lapin? La réponse sera, ils vont commencer la course. Ils vont commencer la course. Ils vont commencer la course. Comme c'est Ibda'ouna Assibar. Ou bien, ils vont faire la course. D'autres phrases comprenant le verbe commencer. Jumalan okhra tatadamman fi'l commencer. Parfois, on se demande, à quel âge bébé commence-t-il à parler? Parfois, on se demande à quel âge bébé commence-t-il à parler. أحيانا نتساءل في أي سنين الرضيع يبدأ في الكلام. À quel âge bébé commence-t-il à parler? À quel âge bébé commence-t-il à parler? إذا في أي سنين الرضيع يبدأ في الكلام. Un autre exemple, مثل آخر. Parfois on dit il commence à faire froid. أحيانا نقول il commence à faire froid. لقد بدأ يفعل البرد، المقصود بأنه بدأ البرد. إذن كأننا نتكلم عن تقسيم أو عن حالة الجو بأنها بدأت تفعل البرد، يعني أننا بدأنا نستشعر البرود، هذا هو المقصود. il commence à faire froid. il commence يعني بدأ هو، إذن هي تقال هكذا il fait froid يعني أن الجو بارد. il fait froid كما لو نقول بأنه يفعل برد. في اللغة الفرنسية هاد إيل تستعمل كثيرا مع الجو. نقول مثلا إيل فيشو يعني أنه يفعل حرارة، المقصود بأن الجو حار. إذن هنا عندنا إيل كومونس أفير فخوا، المقصود بأنه بدأ استشعار لبرودة الجو. إذن كو دوموند لا شات، كو دوموند لا شات، أو بيان كو دوموند لا شات على طورتي إي أو لابان. Que demande la chatte à la tortue et au lapin? إذن ماذا تطلب القطة أو ماذا تطلب القطة من الأرنب والسلحفاة؟ المقصود ماذا طلبت القطة من الأرنب والسلحفاة؟ إذن que demande la chatte à la tortue et au lapin? إذن la chatte demande à la tortue et au lapin s'ils sont prêts pour faire la course. S'ils sont prêts pour faire la course. القطة طلبت من السلحفاة والأرنب إن كان مستعدين للسباق. La chatte demande. La chatte demande à la tortue et au lapin s'ils sont. Si ils sont. يعني إذا كانوا هم. Si ils sont. أو نقول s'ils sont. إن كان أو إن كانوا s'ils sont prêts pour faire la course. إن كانوا مستعدين ليفعلوا السباق. Pour faire la course. ليفعلوا السباق. Oui bien sûr. Moi je suis prête. Oui bien sûr. Moi je suis prête. نعم بطبيعة الحال. أو نعم أنا متفقة. كما عندنا هنا. بطبيعة الحال عندما سألت القطة. Est-ce qu'on peut commencer la course? هل يمكننا بدء السباق؟
إذا طبعا الحال ماذا قالت السلحفات؟ وي بيان سور مواجه سوي بخيت. نعم بالطبع أنا مستعدة. مواجه سوي بخيت أنا مستعدة. إذا عندنا عبارة بيان سور بيان سور، هذه في الأصل ديالها سور تاني متأكد. سور جو سوي سور يعني أنا متأكد. هنا عندنا بيان سور كما لو نقول جد متأكد من هذا، بما معناه ضمنيا داكور يعني متفق. إذا بيان سور فو دير داكور. إذا بيان سور تعني متفق متفقة. اسكو تو كومونسي لا كورس، هل يمكننا بدء السباق؟ إذا عندما تقول السلحفاة بيان سور وي بيان سور، إذا المقصود نعم متفقة. أو كأن تقول بالتأكيد بالتأكيد بيان سور بالتأكيد، المقصود أنها متفقة. Parfois, comme exemple, tu demandes à ton ami, tu veux bien me donner un stylo? Ton camarade peut répondre, oui, bien sûr. Ton camarade répond, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu veux bien me donner un stylo? Ton camarade répond, oui, bien sûr. Cela veut dire tout simplement, d'accord. Bien sûr, ici veut dire, d'accord. Il est possible que tu te demandes à ton ami, tu veux bien me donner un stylo? Tu veux bien, tu veux, tu as l'air de vouloir, tu veux bien, كأنك تقول له هل تريد عن طيب خاطر إن صح التعبير. Tu veux bien me donner un stylo, أتريد إعطائي قلم؟ إذا صديقك ماذا سيقول؟ Oui, bien sûr, نعم بالتأكيد، كما لو يقول نعم أنا متفق. Oui, bien sûr, نعم بالتأكيد. Oui, bien sûr. إذا هذا bien sûr تسمى Locution adverbiale. كما نقول صيغة ظرفية. Ici, il faut faire attention à l'accent circonflexe sur le i. De sur. هنا بطبيعة الحال يجب الانتباه إلى هذه العلامة الموجودة فوق i والتي تسمى accent circonflexe. إذا عندنا أيضا عبارة moi je suis prêt. أنا مستعدة. إذا نقول prêt بالنسبة للمذكر، prêt بالنسبة للمؤنث. La tortue veut commencer la course tout de suite. Elle est prête. السلحفاة تريد بدء السباق بسرعة. La tortue veut commencer la course tout de suite. إذا السلحفاة تريد بدء السباق بسرعة. Elle est prête. هي مستعدة. Les enfants ont pris leur petit déjeuner. الأطفال أخذوا. Les enfants ont pris. هنا عندنا الفيرب بخوندر اللي هو أخذ. Les enfants ont pris. الأطفال أخذوا leur petit déjeuner. أخذوا فطورهم. طبعا الحال لو petit déjeuner هو الفطور. Ils sont prêts à aller à l'école. هم مستعدون للذهاب للمدرسة. إذا طبعا الحال مادام الأطفال أنهم أخذوا فطورهم، إذا أكيد أنهم مستعدين للذهاب إلى المدرسة. Les enfants ont pris leur petit déjeuner. Ils sont prêts à aller à l'école. حين نقول مثلا Je suis prêt à aller jusqu'au bout. إذا كما يقول هذا الشخص Je suis prêt à aller jusqu'au bout. أنا مستعد للذهاب إلى أقصى حد. إذا طبعا الحل لو بو هو الجانب، هو الجانب ديال الشيء. مثلا لو بو دو لا غيغل يعني الجانب أو آخر المسطرة. إذا يسمى لوبو. إذا يسمى لوبو. إذا هنا هذا الشخص يقول جو سوي بخي آلي جيسكوبو، أنا مستعد للذهاب إلى أقصى حد. هناك أشخاص ربما يضعون له حواجز، إذا هو مستعد للذهاب إلى أقصى حد يريدونه إن صح التعبير. جو سوي بخي آلي جيسكوبو. أو كما يقول هذا الشخص Je suis prêt à courir partout. هو شخص يمارس سباق الدراجات. ماذا قال؟ قال Je suis prêt à courir partout. أنا مستعد للجري في كل مكان. حيثما كان السباق أنا سأشارك فيه. هذا هو المقصود. إذا ماذا قال؟ Je suis prêt à courir partout. ويقول أيضا Je suis prêt à faire une très bonne course. أنا مستعد
لإجراء سباق جد جيد. Je suis prêt à faire une très bonne course. أنا مستعد لإجراء سباق جد جيد. إذن كما رأينا أنت ولابان وأنت يا أرنب tu viens tu viens طبعا تحال عندنا لو فيغ فونيغ لو فيغ فونيغ tu viens أتأتي au signal il faut courir مع الإشارة يجب الجري إذن au signal عند الإشارة au signal عند الإشارة sonore au visuel sonore au visuel sonore يعني أنها صوتية visuel يعني أنها مرئية comme exemple au signal sonore au visuel les enfants doivent courir droit les enfants doivent courir droit et maintenir leur vitesse maximale jusqu'à la ligne qu'ils doivent franchir avec leur haut du corps. Eden, au signal, mais à l'ishara, le signal ou l'ishara, que ce soit sonore ou visuel, c'est un kana, saouti ou bien visuel, yani mar'i, t'entkelmo à la verre voir, voir yani ra'a, visuel yani anno mar'i. Au signal عند الإشارة que ce soit sonore ou visuel سواء كانت صوتية أو مرئية طبعا تحل صوتية بحال كتستعمل بعد مرات البيستولي أو مثلا الصفارة إذن هذه تتعطي أيضا سينيال سونور فيزويل طبعا تحل بحال الراية مثلا بعض السيارات تعملوا السباق إذن تكون الأمام ديالهم واحد الشخص تعمل راية مع الإشارة بالراية تتنطلق السيارات إذن أو سينيال كو سو سوا سونور أو فيزويل هنا عندنا ماشي السيارات ولكن عندنا لي زونفون عندنا الأطفال دواف كوغي دغوا يعني الأطفال يجب بطبيعة الحال عندنا لو فيغ دوفوار يعني توجب إذن لي زونفون دواف يعني الأطفال يتوجب عليهم إن شئنا دواف كوغي دغوا يعني الأطفال يجب أن يجروا دغوا يعني مستقيمين لي زونفون دواف كوغي دغوا الأطفال يجب أن يجروا بشكل مستقيم إي مانتونيغ لو فيتيس وأن يحافظوا وأن يحافظوا أو أن يبقوا أو يدعم طبعا في حالات أخرى إذا لو فيغ مانتونيغ تعني هذه الأمور تعني دعامة تعني حافظة تعني أبقى على شيء هنا الأطفال يجب أن يبقوا على واحد المستوى من السرعة ولكن أي سرعة فيتيس ماكسيمال يعني السرعة القصوى أسرع ما عندهم أكبر سرعة عندهم يجب أن يحافظوا عليها لنعرف من هو الأسرع فيهم إذا إيمانتونيغ لو فيتيس ماكسيمال وأن يبقوا وأن يحافظوا على سرعتهم القصوى جوسكا لالين إلى حدود الخط طبعا الحال خط الوصول جوسكا لالين كيل دواف خونشيغ الذي يجب أن يخترقوا ماشي قرب واحد الخط ووقفوا بل عليهم أن يخترقوا كيل دواف خونشيغ هنا بطبيعة الحال نتكلموا على الخط ديال النهاية وبالموازية نتكلموا على واحد الشريط في نفس الوقت هو محسوب على الخط يجب أن يخترقوا هاد المتسابقين بأعلى الجسم إذا هذا هو اللي عندنا كيل دواف خونشيغ افيك لو هودي كور الذي يجب أن يخترقوا بأعلى الجسم بطبيعة الحال المقصود أن يخترقوا بصدرهم يخترقوا ذلك الشريط بالصدر ديالهم إذا هذا هنا يخص كلمة سينيال طبعا حتى نقول أو سينيال عند الإشارة جينيرالمون بور فيغ أون كورس إل فو كو كيلكان دون لو سينيال أو كوغور إذا إل فو كو كيلكان دون لو سينيال أو كوغور إذا بصفة عامة لكي نجري سباقا يعني سباق جري يجب أن يكون هناك شخصا يعطي الإشارة إذن جينيرالمون بور فيغ لا كورس إل فو كو كيلكان دون لو سينيال أو كوغور إذن يجب أن يكون هناك شخصا يعطي الإشارة للمتسابقين أو كما لو نقول للجارين الذين يجرون طبعا الحال كوغور تجي من فعل كوغير يعني جرى إذن رأينا أتو لابا Tu viens? Et toi là-bas, tu viens? Ou ante ya arnab? Atati? Ou je dis? Tu viens? Au signal, il faut courir.
مع الإشارة يجب أن تجري. ثبت حل هنا عندنا يجب الجري، يجب الجري، الفكوعية يجب الجري، يعني أنه يتوجب الجري على كل شخص أن يجري، هذا هو المقصود مع الإشارة. إذن إتوالا بان تيفيا والسينيال الفكوعية. إذن السؤال كي باغل، كي باغل، إذن سي سي لا شات، سي لا شات، إذن سي لا شات كي باغل، هي القطة التي تتكلم، أو بيان سي لا شات، إنها القطة، المقصود أنها القطة التي تتكلم. آ كي باغل، آ كي باغل، لمن تتكلم؟ مع من كانت تتكلم؟ إذن لا ريبونس هو إل باغل أو لابان، أو بيان أو لابان. إذن للأرنب، المقصود أنها تتكلم للأرنب. إذن أكي باغل، إذن إل باغل أو لابان، إل باغل أو لابان، أو بيان لا شات باغل أو لابان. في نفس السياق ممكن نطرح سؤالا، كون إسك لي كوغور دواف كورير، كون إسك لي كوغور دواف كورير، متى الجارين أو المتسابقين دواف كورير، يتوجب الجري، المقصود يتوجب عليهم الجري أو الانطلاق بمعنى آخر. كون إسك لي كوغور دواف كورير، إذا متى على المتسابقين أن يجروا، أن ينطلقوا. إذن أو سينيال لي كوغور دواف كورير، مع الإشارة المتسابقين عليهم الجري. كونت إسك لي كوغور دواف كورير، أو سينيال لي كوغور دواف كورير، مع الإشارة المتسابقين يتوجب عليهم الجري أو الانطلاق. إذا نستكمل في الحلقة المقبلة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.